الأدب النسائي أو أدب المرأة زي ما بنقول واخد كمان مكان كبير جدا في المعرض. آه طبعا. وكلمنا شوية عن الموضوع ده، لأن أنا عارفة أنه يمكن المثقفين أكتر رفضوا الفكرة دي، يعني رفضوا إلى حد ما وحسوا أن فيها جزء من التصنيف أو جزء من التمييز، والأدب ما يتجزأش، ما فيش حاجة اسمها أدب ذكوري وأدب نسائي. رأي حضرتك إيه في الموضوع؟ احنا عاملين ندوة عن الهوية النسوية والهوية في الرواية النسائية، يعني الهوية والنسوية، وعملنا برضو الهوية والرجولية، يعني الذكوريه فيها روائيين كلهم. لكن انا صراحه اقول لك حاجه، هو المشكله كلها ان المعرض السنه دي محوره الرئيسي هو ثقافه مصر، هويه مصر، الثقافه وسؤال المستقبل. واحنا بنتكلم على الهويه، في احنا بنعمل ايه؟ بنعمل مرايه لما يحدث في العام السابق على المعرض. في ناس برضو، معلش انا حابب اوضح ده بشكل جيد، في ناس معتقده ان المعرض ده مؤتمر علمي عن الهويه، أو هو مؤتمر شعري خاص بالنشاط الشعري خالص. المعرض بيقدم مجموعة ندوات بيشارك فيها الناس بآرائهم دون احنا لا عايزين نطلع توصيات، ولا هو بنطلع أوراق بحثية من نهاية المعرض. احنا بنتكلم على الهوية المصرية. الهوية المصرية دي موجودة في ايه؟ موجودة في المجتمع، في الصناعات، في الاستثمار، في الاقتصاد، في الكورة، في الخطاب الديني، في الإعلام، في كل المجالات. فخدنا مجالات المكونة للهوية واعتمدنا على كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، وقلنا ان احنا هنعمل كل الفعاليات اللي في القاعة الرئيسية خاصة بالهوية المصرية. في ندوات عن المأكولات المصرية، طبيخ، ندوات عن الملابس، في ندوات عن الكتابة الروائية، الأدب الشعبي المصري، الأغنية، يعني عزيز شافعي جاي ومحمد رحيم يتكلموا عنها. يعني كل اللي بيحب حاجة هيلاقي كتاب عنها، هيلاقي ندوة عنها. فقضية الناس انتقدوا فكرة ان احنا في القاعة الرئيسية عندنا أربع روايات عربيات ورواية مصرية، عاملين ندوة عن النسوية والهوية في الرواية العربية. بالنهاية خالص احنا عايزين نعرف وجهة نظر الكاتبات في قضايا المرأة مع التطور التكنولوجي الموجود، مع فكرة حضرتك بتقوليها هل مفيش أدب نسوي أصلا وخلينا الأدب كله إنساني عام ولا لأ؟ فاحنا بنناقش الموضوع دون أن نوجه وجهة معينة، فنقول لا نفرض على الناس ان احنا هنفرض حاجة معينة، ما بنفرضش حاجة معينة على حد. احنا بناخد كل الاراء وكل التيارات، وزي ما في ندوات بتتكلم على الخطاب الديني، زي ما في ندوات بتتكلم على الفلسفة والعقل، زي ما في ندوات بتتكلم على التعصب وكرة القدم، وازاي كرة القدم بتشكل الهوية المصرية. وانا حابب اشكر الكابتن محمد فضل كابتن النادي الاهلي وعضو لجنة الثقافية للمعرض، ولاول مرة معالي الوزير على وجود حد من نجوم الكورة او الرياضة، ان يبقى في كمان محور مهتم بده.